السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي ويسعدني أن أرحب بحضراتكم أجمل ترحيب، وأنه لشرف كبير لنا جميعا أن نلتقي في هذا اليوم الأغر للتعبير الصادق عن مشاركتنا احتفالات الشعب المغربي قاطبة من شماله إلى جنوبه بذكرى وطنية من أعز الذكريات وهي عيد العرش المجيد، العيد الذي يجدد العهد ما بين العرش والشعب والصلة الوثقى لاستمرار بناء المغرب الحديث وعزته وسؤدده، والحدث الفريد الذي يلتحم فيه الشعب أيضا مع العرش التحاما نبيلا لتحقيق المعجزات وإفشال كل المخططات التي تستهدف المس بالوطن والمواطنين. أيها الحضور الكريم، الآن نحتفل جميعا شيبا وشبابا، كهولا وشيوخا، بشكل شعبي وتلقائي وإرادي واختياري. نحتفل بعيد العرش، الدلالة الصادقة على قوة التلاحم ما بين العرش والشعب المغربي، ما بين القمة والقاعدة، وبمثابة تعبير مشترك عن العواطف الجياشة التي يكتنزها صدر كل مغربي اعتزازا بملكه ومجدد نهضته ومحقق آماله الملك محمد السادس نصره الله.